درسنا اليوم هو بريبوزيسيون حروف الجر. بريبوزيسيون حروف الجر. عندنا حروف جر تجي مع الداتيف، حروف جر تجي مع الاكوزاتيف، حروف جر تجي مع الداتيف والاكوزاتيف حسب. اليوم راح ناخذ حروف جر تجي مع الداتيف عشان نخلص من الداتيف. بضل عنا فيم، فو اخذنا، وهير اخذنا، وفي عنا فيم وحروف الجر. حروف الجر اليوم ناخذها، بضل عنا فيم نخلص من الداتيف. أخذنا الحروف مثلا ميت، سو، أوس، باي، هذول أخذناهم بعيدون مثلا. إيش فاضي شولة، شولة دي شولة، وين جايز دو لما رايح إيش فاغة، فاغة وسيلة نقل، مع وسيلة نقل بيجي تسو، وسيلة نقل وهين تسو، تسو بيجي بعد داتيف، داتيف دي دير، تسو دير، اختصارا تسور. تمام، ايش فاغي تسو شول ميت ايش جيه كينو ميت فرويد. انا فرويد جيز دو، أنا رايح على السينما مع صديق. إيش جيه؟ قلنا مع الجيه فيك تستعمل إن وفيك تستعمل تو. وهين؟ إيش جيه إن داس؟ استعملت إن أكوزاتيف، أكوزاتيف وداس داس كينو سينما يضل داس. اختصارا بدل ما أقول إن داس كينو، إن سكينو مع ميت. بعد الميت بيجي داتي فرويند صديق، دير فرويند. ايش جاي ان سكينو ميت مع صديق نكره نضيف للارتكل اي ام. انا رايح للسينما مع صديق، فيك تقول ميت ماي نيم فرويند مع صديقي، بس ماي نيم فرويند بالالماني يعني تعتبر صديق الشخصي، فيعني راح يفهموا غلط. ايش جيه ان سكينو ميت اينم بوينت مع صديق. تمام، اوس ايش كومي اوس تركاي دي تركاي تاتي دي دير كومي اوس دير تركاي مثلا داس بوخ ايست اوس بابيا اخشير داس بابيا. بعد الاوس دادي داس دين، معنى الكتاب مصنوع من الورق، جاي من الورق. تمام، داس بوخ ايست اوس ديم بابيا، اوس تجي معنى من، تجي معنى مصنوع من. تمام، انه جاي من الورق يعني. معنى باي يعني عند، هو بيسدو
is being by asked, is being by asked. بعد الباي باتي there by them. أنا عند الطبيب اختصارا is being by asked. أنا عند الطبيب is being by متى آخر حرف R متى دي متى أنا بوبيز تو أنا عند الوالدة أنا عند أمي إيش بين باي بعد الباي تجي داتيف داتيف دي نضيف الأرتيكل أي R إيش بين باي ماينر متى أنا عند أمي إيش بين باي أحمد أنا عند أحمد مع الأسماء ما بضيف شيء أنا عند أحمد ها مع الأسماء مو مع أحمد إيش بين باي أحمد إيش بين باي ضياء إيش بين باي عمر ها مع الأسماء بس هون مو اسم طبيب مهنة هون إذا معنا أرتيكل نضيف نستعمل داتي هون عنا زايت وعنا فون وعنا محفوظ يعني عنا أب والأب عيفة بعدين بكير عليها أصلا فبعدين أب عنا جيجن أوبا وعندنا أوسن صاروا عندنا التسعة اثنين عشرة أب بعدين راح نعطي التسعة منه زايت يعني منذ مع المنذ يجي داتي إيش فون إن دوت Ich wohne in Dortmund seit بعد seit بيجي داتيف das Jahr أنا أسكن في دورتموند منذ سنة seit ein نضيف للأرتيكل داتيف das نضيف للأرتيكل am Ich wohne in Dortmund seit einem Jahr أنا أسكن في دورتموند منذ سنة هون بس فون يعني من يعني من يعني من قبل كمان بس جيشينك جيشينك ايست فون Das Geschenk بمعنى الهدية Das Geschenk nominativ Das Geschenk الهدية ist von من قبل mein Bruder بعد الفون بيجي داتيف داتيف der Bruder داتيف der بنضيف الأرتيكل am Das Geschenk ist von meinem Bruder الهدية من قبل أخي تمام gegenüber gegenüber يعني مقابل das restaurant ist gegenüber bank die bank بنك هو البنك
gegenüber بيجي بعده داتيف دي ار. Das Restaurant ist gegenüber der Bank. يعني المطعم يكون مقابل البنك. Gegenüber يعني مقابل. تمام؟ بيجي بعده داتيف. طبعا عندنا أوسع. Ich möchte alles außer Zwiebeln. Zwiebel außer, bitte warte dativ. Zwiebel, die Zwiebel. Zwiebel, يعني البصل. لما بتروح عند بياع الشاورما هون بيقول لك شو حط الله، تقول له ايش مشتي الس außer Zwiebeln. مش مشتي الس يعني بدي كل شيء، حط كل شيء. اوسا يعني ما عدا، ما عدا. زفيبل دي زفيبل، مش مشتي الس اوسا دي بعده داتيف دي دير. تمام؟ مش مشتي الس اوسا دير زفيبل، بدي كل شيء ما عدا البصل. تمام؟ اوسا بيجي بعد داتيف دي دير. في حرف جر كمان اسمه ناخ نسيته اليوم، انا ماني مزبوط، صار لي اسبوع ماني مزبوط. ناخ يعني بعد ويعني الى. قلنا ناخ اذا اجى بمعنى الى، بمعنى بعد، بيجي بعده داتيف وبيجي بمعنى الى. تمام؟ مثلا باص machst du nach Unterricht? Unterricht يعني درس، حصة. Was machst du nach Unterricht? Unterricht يعني دوام، حصة، دوام دراسي، حصة، درس. تمام؟ إذا بدك تعمل كورس لغة اسمه Unterricht يعني درس. nach بيجي بعده داتيف وعندنا der Unterricht. der Unterricht داتيف der. nach dem was machst du nach dem Unterricht؟ يعني شو راح تعمل بعد الدرس. nach dem Unterricht ich gehe nach Hause. بعد الدوام بدي اروح على البيت. هون ناخ بمعنى بعد، هون ناخ بمعنى إلى. ناخ Arbeit bin ich fühlisch müde. Arbeit هون بيجي بمعنى بعد، بعد الشغل. Arbeit دي ناخ بيجي بعده داتيف دي داتيف دير. nach der Arbeit bin ich völlig müde. nach der Arbeit واحد bin ich بيجي بمقعد تاني bin ich total müde oder völlig müde. müde يعني تعبان، فولش يعني تماما او بمعنى كليا. بين ايش فولش مودة يعني تعبان كليا يعني منتهي. تمام؟ فولش مودة يعني منتهي، مودة تعبان، فولش يعني كليا تماما. انا بدي اعطي الدروس تبع الفولفو هين شرح كمان. شوف شوف ايش فاره هاي ريستوران. قلت التوضيح يعني ايش فاره وهين
zu Lil Matan, zu Dativ. Und was? Zum. Ich fahre zum Restaurant. Dann. Dann يعني ثم. ثم. بالسيارة بدي روح للريستورانت. للريستورانت. بعدين بدي فوت على المطعم. Dann. Gehe ich. Restaurant. Gehe ich in Akkusativ und das Restaurant in das ins. Ja? Ich fahre zum Restaurant, dann gehe ich ins Restaurant. Bitte ruh. Der Matan des Sayara, Benzel, und bitte etchel Jua al Matan. Und ich sitze im Restaurant. Wo sitzen Sie? Wohin hat er in Fi. Ich bin meine Fi in, bitte bei der Dativ. Und das? Dem. In dem. Im. Auch in dem. Ich sitze im Restaurant und ich gehe aus Restaurant. Aus min. Wie war Dativ. Das Restaurant aus dem. هذا شرح مفصل. أعطيتك فكرة كاملة عن الفول وهين والدروس السابقة. فاغن ولل مع وسائل النقل بيجي تسو. تمام؟ تسو بيجي معه داتي. بدي روح للمطعم. بنزل. بدي ادخل جوا المطعم. ايش جيهن؟ استعمل انس. يفضل استعمل انس مع الجيهن. ان يعني. ان بيجي معه اكوزاتيف. داس اكوزاتيف انس. ايش زيت سي ام ريستوران. فو. ان. ريستوران. داتيف. إن بيجت معنا في ريستورانت داس داتي إن und ich gehe aus dem Restaurant وبعدها بطلع من المطعم. ها بعيدا عن القواعد عطينا غراض الغراض داخل البيت. هلا الغراض اللي حوالي البيت عنا رقم واحد داس هاوس يعني المنزل. Das Haus, المنزل. رقم اثنين. Das Fenster, الشباك. رسم شوي مفشكلة بس. Das Fenster, الشباك. هم بتعبر عن ال. Das Fenster, الشباك. عنا. رقم ثلاثة هي نبتة. دي. Pflanze, نبات يعني نبتة, دي Pflanze. Pflanze, نبات, نبتة, دي Pflanze. Der Blumentopf. الحوض يلي بيحوي النبتة اسمه Blumentopf, طنجرة, Blumentopf, Blume. زهرة بلومنتوبف الحوض اللي بيحوي النبتة اسمه ده بلومنتوبف. عندنا الرقم أربعة دي جاوب ما بعرف شو اسمه بالعربي ما مو موجود عندنا بالعربي أصلا هذا ال شو رفهم دي جاوب دي جاوب عندنا الخمسة السقف السقف الخارجي بس داخ راح لفوق وداخ ووقع بس داخ داخ بس داخ يعني السقف عندنا ستة المدخنة المدخنة دا شورنشتاين
شورنشتاين، كلمة واحدة. ديا شورنشتاين مدخنة. شورنشتاين. سبعة الأنتيل تبع سي دي اف. دي دي أنتينة الأنتيل. أنتينة. ثمانية بالكون فاشل. ثمانية ده بالكون. ده بالكون. تسعة جراج. هذا دي جراج. جراج دي جراج. عنا عشرة الجاس. دي كلينجل. جرس كلينجل. كلينجل جرس. كلينجل الفعل بس بضيف انه يرن. إداعش عتبة الباب. دي توا لايستا. لايستا يعني عتبة. توا باب دي توا لايستا عتبة الباب. 12 وين 12 دير شتراوخ شجيرة. شتراوخ شجيرة. عنا كمان دير شتراوس يعني نعامة. دير شتراوس نعامة. دير شتراوخ شجيرة. عنا دير بلومن شتراوس. بلومة يعني وردة. دي بلومة. شتراوس نعامة. دير بلومن شتراوس يعني باقة ورد. بوكي نعامة مع وردة صارت باقة. ما بعرف ليش ما بعرف. ثلاثة عشر دير تاون. سياج دير تاون. السياج. أربعة عشر. خمسة عشر. خمسة عشر درج. دي الدرج. دي تريبة. الدرج. هذا تربزيت مدري شو اسمه الخشبي بتسندوا عليه الختاير. عاد الامام اتريني مره وانا طالع لقيت واحد نازل زحلاه على التربزيت. تمام كمان بس بس ولا غير جليندا. اسمه جليندا بس شو كان تقريبا دس. دس جليندا. ها دس والله بيضيعوا ها دير دي دس جليندا. ما ضل شيء عندنا ضل بس عندنا عشب مثلا 15 العشب 16 دس غراس. غراس العشب. كفي اليوم ان شاء الله بشوفكم بخير في الدروس الجايه.